عبد العزيز القصيبي رحمة الله عليه ما كان عونا للشباب رواد الأعمال فقط، ولا كان مساعدا وداعما للتجار الذين يتعثرون في مسيرتهم التجارية والعملية، بل كان داعما لطلاب العلم في كل مكان. بيتهم كان من البيوت المعروفة في الخبر، وبابهم دائما مفتوح للغني والفقير، والكل يتمنى لهم الصحة والعافية، ونفتخر في العائلة هذه أن يعني نباتها طيب، أثارها طيبة، تعاملها مع مواطنين طيبة. فحبينا دائما أن نحب بيت العم حمد القصيبي اللي هو عبد العزيز أحد أبنائه. وعبد العزيز بيني بينك هو الدينامو حق العائلة، هو الدينامو، يعني الكل يعرف أنه هو الدينامو. أنا أتذكر أنه يوم من الأيام كان هو في المجلس البلدي عدة مرات، له دور في تطوير مدينة الخبر. هو وأسرة القصيبي متعارف عليهم ملفى للمحتاج اللي عنده ظروف، ومجلسهم عامر ومفتوح للجميع. زوار المنطقة كانوا يتشرفون بزيارة مجلس القصيبي، وبالذات في الأعياد والمناسبات. سمعة الأسرة في ليست فقط في المنطقة الشرقية أو المملكة، وخارج المملكة في الخليج، فمساهماتهم والمشاريع التي أنشأوها، وليس فقط مساهمات هم وأفراد أسرهم، حقيقة كثيرة جدا ومعروفة لكل أهل المنطقة. أنا تعرفت عليه عن قرب أول ما دخلت في غرفة التجارية الصناعية كعضو مجلس إدارة سنة 1976 ميلادي، وكان هو ذاك الوقت نائب رئيس الغرفة، ويعني سبحان الله رحبني وشجعني وقال حنا نبي للشباب ونطعم الغرفة ومجلس بالشباب، فكان يعني ترحيبه جيد، ويعني وأخر عني الرحبة في البداية، وكان دائما يعني يجمعنا عنده، نجتمع عنده في اجتماعات التفكير يعني والدراسة الأمور. كان يهتم يعني، وهذا يعني طبعا كل عائلة القصيبي جاهم الله خير يهتمون بالفقراء، بالأمور الاجتماعية، من مؤسسين جمعية فتاة الخليج بالخبر، فكان دورهم اجتماعي قوي جدا. وكان الشيخ عبد العزيز من دائما مبادرين في هالأمور، وأنا أذكر دائما يقول لنا يعني لما يجينا شيء عن تبرعات أو حاجة، هو من الأوائل اللي يشجع الناس ويشجعنا على التبرع. ما في شك إنه شخصية اجتماعية، يمكن أنا أتصور من رواد المسؤولية المجتمعية في المملكة، لم يكن في المنطقة كلها. كان الله يرحمه يعني إنسان بمعنى الإنسانية صح، وعلاقات المجتمعية كيف كانت متشابكة مع كل أطياف المجتمع في المنطقة الشرقية تحديدا، سواء في الخبر أو الدمام أو الأحساء. كان الله يرحمه يعني محب للخير، كان أعماله يمكن أنا أتصور بعد وفاته كان يعني شيء معروف عنه، بس بعد وفاته الكم الكبير من الناس دي فعلا ما كان أحد يعرف إيش كان يعمل لهم عبد العزيز القصيبي. رجل دولة أكثر من ما يكون تاجر، هو الوفي، هو الحبيب، هو الأخ، هو الصديق الصدوق، هذا عبد العزيز القصيبي، مختصر مفيد.